ده كوم تاني يعني. خلينا احنا في الامونيوم اوكسالات او مغنيسيوم ست فات ليها اسمين. يبقى شكلها عامل كده. ايوه اتنين او تلاته مش كتير. سميتك ودي لك ربك اللي خلقك. ايه فرق ايدي عن دي؟ دي شمس، دي عروسه منكوشه وصوى والناس هتحكم على الجروب. دي ايه يا جماعه ودي ايه؟ بس انا مش هحكم. دي ايد راجل ودي ايد حد. وده ايه ده مش راجل صح؟ يبقى عندنا الامونيوم ده اسوأ اسوأ انواع ال بتاع، لان دي بتنزل بتجرح بتبهدل الدنيا دي. طب ممكن نشوف ايه تاني؟ كوليسترول. حد عارف شكله عامل ازاي؟ هبقى اجيب لكم صورته. بس مستطيل كده مقطوع من الجنب. مستطيل مقطوع من الجنب؟ كوليسترول حاجه زي كده، بس دول سلام. شو الطريقه؟ ايوه الاستيرو. اشكرك يا باشا والله زي الفل، انت راجل محترم كده. لا مش داخلين في ضغط زي الواحد وربنا داخلين في بعض ولونهم بيبقى براوي ماشي. ابي السيستين ماشي. السيست ده انا الموضوع السيست والله انا شفت السيستين ده قبل كده عادي. دي موجوده بنشوفها. ايوه ده شكله مميز جدا. طب التيروزين. تيروزين انا اسف، التيروزين ده كده منعش كده شبه الصنبل. ده بقى بيبقى قاعد في القمح طول اليوم وجاي يحلل عندنا. بس مش كتير. ده ما بينزلش خالص. البلوبين. كلينيكال والعالم اللي ناجحه في الكلينيكال. جيد جدا. يا نهار اسود جيد جدا. انا دكتور خالد. ايه اللي انت عامله مع الناس ده؟ انت بتصيح لي على مش انت دكتور خالد بتاع الكلينيكال باثولوجي. احنا قلنا اسمه ايه؟ الكريستال؟ بلوبين. شكله عامل ازاي؟ شكله مدور كده. لونه؟ لونه والله مستنيها، والله مستنيها. خلينا اصفر يا جماعه، مش اخضر خالص. ماشي. طيب في تاني ممكن نشوفه كده؟ احنا قلنا الكريستالات الشايع. ماشي. كاستس. كاستس ايه دلعتها شويه شويه. انا شفت مره تحت المكتوب قالوا ما نكتبوش الا لما يكون فيه يوريك اسيد. يوريك اسيد ما تكتبوش. طب هو نزل لوحده عامل له ايه؟ يعني سؤال وعاوز اجابته. هو نزل لوحده اللي يقول لك حاجه زي دي قول له هو نزل لوحده عامل له ايه؟ يعني اعتبرها ارتفيشال موجوده في العينه؟ والله انا يعني ايه بقى كريستالز ندره الوجود اصلا اللي هي حاله مرضيه ما نكتبوش؟ طب دي هتبقى عندنا انت مرض عليها ودليل على ايه يعني السيستم؟ ما قلتش عنها. ده ديفكت في الميتابوليزم. والنبي والنبي خلي الناس مركزه معايا والنبي. ديفكت في الميتابوليزم والله. خلاص ديفكت، انا مش واثق من المعلومه، انا هبحث عنها واسال. تمام؟ ايه اسال الجماعه عندك. اسال الجماعه، الناس كلها عرفت اسم الجماعه عندي. ايه الفيديو ده؟ ايه الفيديو الاسطوره اللي احنا عاملينه ده؟ تمام نركز يا جماعه. كريستالز اي نوع كريستالز ينزل لازم يتكتب، لازم. تمام مفيش حاجه اسمها كريستالز ما تتكتبش لان المريض جاي بيشتكي. طب ما انا لو انا ما كتبتش طيب، طب ما هو انا كده بتوه الدكتور بقول له انا مش عارف. يعني انتوا فاهمين غلط الموضوع ده. شفنا البصل او بسيز البي اتش حددنا من عليها الكلاين اسيدك ناتشال. شفنا الكريستالز اللي فيها. طيب في حاجه كمان هنشوف هي لسه في الاخر الكاستات. نشوف الكاستات. عارفين يعني ايه الكاستات؟ طبعا كاستا الكاستس بتاعتنا الاسطوانات. طب هي ايه الاسطوانات؟ هي ايه الاسطوانات؟ اسطوانة. اسطوانة ايه هي؟ اسطوانة. هي حاجة خاصة بالكلية، حاجة انديكيتور للكلية. وجودها بيبقى فيه أي افكت في ايه؟ الكلية بتاعتي. طيب هي الكاستات دي عندنا أنواع كتير، أول حاجة منها اللي هي هو ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ هايلين. اسمه هو مين اللي هايلين؟ احنا كلنا هايلين الحمد لله. اسمه ايه؟ هيلاين بتاعنا شكلها عامل ازاي؟ شايفين الانبوبه دي؟ هي زيها بالظبط كده. نايمه على جنب. ماشي بس شفاف. وتحسوا لها حتفه شمال كده. ماشي؟ ونايمين طبعا مش شمال. طيب. النوع الثاني او بي سيز هتبقى عباره عن ايه؟ هيلاين في ابسيز. عليها ابسيز. طيب بس. عليها بس. هي مين اللي عليها بس؟ عليها بس. ابسيز هي
ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لو كسرت لها تسالة خالص ها. طيب وكسي معلش وكسي دي بقى معلش دول ولا مش احنا وكسي زي الهلال بس مقطوعة من متقطعة من يمتين كده. طيب الفاتي جوات النقط بتلمع زي البص كده. طب هنعرفها ازاي بقى ما بين الفاتي وما بين البص ما تلعبش مين اللي بتلمع بتلمع هي مين اللي بتلمع البص ولا لا اللي هي الفاتي اللي بتلمع الفاتي اللي بتلمع البص بيلمع لا البص بتبقى كبيره وجوه النقط لو عملت الفاتي الكبيره ايه فيها نكليتي مش نكليتي الفاتي بتبقى صفرا بس بتبقى سودا بس سودا بس ابيض يا جماعه بس ابيض يا جماعه الاسود ده جه منين مش هنختلف ما بنشوفهاش نادر جدا لما بنشوف الوكسي والفاتي والحاجات دي هي وجودها مدلول ماضي يعني ممكن تنزل في الحالات الطبيعية؟ لا لا احنا حاجة اللي هو ممكن يعني مش ولا لا لا فلوس لا انا وسط انت وسط برضو؟ يعني انت وسط دي مش فاهم معنى الاجابة يعني ولا من الباب والحيطة من الباب والحيطة ماشي هي بتنزل فعليا لو انا قمت لعبت 80 دلوقتي وجيت عملت عليه اليوم هينزل عندي بروتين وهينزل عندي كاستس لو جيت اخدت شاور الصبح سخن وجيت مشيت او بذلت مجهود هتنزل عندي كاستس فالكاستس عندنا بتتقسم لنوعين نوع زياده فيسيولوجيه زياده فيسيولوجي زي مين اللي بيقول كده؟ فيسيولوجيه مين اللي بيقول كده؟ ابو عزم لا رمضان مبروك ابو العالمين حمو يلا كلمه بحرف الاي ايه وتاني حاجه زياده مرضيه بس وجودها ابنورمال في الاغلب الاحوال بيبقى ابنورمال تمام؟ طيب هنقول حاجه هل شرط الكاستس لما تبقى موجوده يبقى في حاجه موجوده في الاستير فوق؟ يعني هل لو انا عملت الاستير ولقيت في حاجه معينه شرط اللي الاقي معاها حاجه كاستس؟ مذاكره ليه؟ زياده في البروتين طب هو زياده في البروتين هينزل كاستس ليه؟ السؤال الذي قتل الجميع ها دور عليها بقى تمام يبقى الكاستس بتنزل مع القلب تمام هي لاين ازاي دور على الاجابه وهستنى الاجابه بتاعتكم بكره ان شاء الله تمام دي الكاستس اللي شفناها ممكن نشوف ايه تاني نشوف الاير بابلز حاجات بقى ديفكت في الاير بابلز ما لهاش علاقه بقى مش علاقه ده منيله ابني سودا منيله ابني ديفكت في الشغل يعني الاير بابل الاير بابل ده الهواء اللي جاي من النمله يا جماعه ايه اللي منين بيجي نقطه سوداء ممكن نشوف الجياردية الجياردية في الجياردية صح في ايوه احنا هنا دلوقتي ايوه صوتنا عيد الجياردية ولا اكسيوس طب ايه الفرق بين الاكسيوس مش السم ممكن احنا لسه ما كملناش احنا كده دخلنا انت دخلتينا على البارازايت طب البارازايت هنشوف الجياردية هنشوف الاكسيوس وهنشوف شستوسوما طب ايه الفرق بين الاكسيوس والانتوبس؟ والميكيولس؟ في الهول بتاعك لا لا ايه الفرق؟ انا لسه امتحان تاني يابا يا جماعه الاثنين واحد الانتوبس هي الاكسيوس بس ده شركة سيجما وده شركة طبعا شركة تانية ده الاسم المتداول في السوق والتاني الاسم العلمي يبقى الاكسيوس هي ده مصطلحات يا جماعه طب هي الدودة القزمية؟ قزمة؟ لا اللي هي ايه؟ الاستومة؟ شو هو كورة؟ دودة القزمة شنو انا؟ مش عايزين بس احنا هنراجع البارا راجع البارا خلينا في الموضوع اللي احنا فيه ده تمام كده يبقى احنا قلنا عندنا ايه؟ هاني لسه مكسوكوجا ساعة شوف الجياردية نشوف الاكزيوس بنشوف الشستوسوما ماشي؟ ايه طيب عندنا ايه تاني؟ ده في البارازايت ما بنشوفش بارازايت تانية موجودة. طب هنشوف ايه تاني؟ نيست. نيست تاني؟ بكتيريا. بكتيريا؟ شكل البكتيريا عامل ازاي تحت الميكروسكوب؟ تجمعات كده تيجي تحت الميكروسكوب كده. حاجات مدورة بتطلع تيجي تحت الميكروسكوب. ماشي؟ طيب بنشوف ايه كمان؟ سبيرم. اه. طب وجود السبيرم في اليون دي مدلول؟ لا
لا مش معنى دي لا او ثقه يعني. لازم تركز الحاجات اللي تبعك. لا ليها مدلوك لو وحيات هي لسه بعديها مدلوك. طب كويس، لو عملنا تحليل يورين ولقينا سبيرم وعدنا التحليل لقينا في سبيرم تاني بيبقى فيه مشكله عند البيشنت في البروستاتا او في التستس وبيروح ينايل يتعالج. تمام تمام. طب نلاقي نشوف ايه تاني. لا احنا بنشوف حاجه كمان في سبيرما جيناتيك فينها اي حاجه في اي حته. الانجليزي مختلف من كل واحد. الخلايا المولده سبيرماتوسايت. ما علينا، بنشوف الخلايا المولده للسبيرما. طب بنشوف ايه تاني؟ السكومونوس سكويماس. الناس بتدعي سكوموس. طب عارفين البالون؟ ده النطق التعريبي بتاع البلد. الناس بتقول على البلد بالون. ده دي هو مستحيل. يبقى عرفنا سكومونوس وعرفنا البالون. تمام كده؟ لا ده في اهم حاجه، احنا كل اللي شبه ده كومبو اللي جاي ده كوم تنفع. تريكومونس مهمه جدا وبتخلي وقت اليورين وحشه جدا وبتتحلل خلال تلت ساعه وبتبقى موجوده في الفيميل وفي الميل، موجوده في الفيميل في الفاجيناليسيس وموجوده في الميل في حالات افرازات البروستات. ركز بقى، بيشنت جاي من بره هو من الهوي اللي احنا عملناه ده، بيشنت جاي من بره يا دكتور انا عاوز اعمل تحليل يورين، عملنا له تحليل يورين، موجود فيه كالقات وشخصه يلا. قلبي ومن موجب واحد، نيتريت موجب اثنين، باص من 10 ل 12، كالسيوم اوكسالات بكتيريا. انا محتاج الكومنت الكونكلوجن اللي هيتحط على العينه. تاني انتوا مالكم تخبطوا كده ليه؟ قلبي وموجب واحد، نيتريت بوزيتيف اثنين، باص من 10 ل 15، يوريك اسيد بكتيريا. محتاج كونكلوجن يتحط، يعني انا المفروض كدكتور بعد ما خدت التقرير بكتب الكونكلوجن بتاع التعليق بتاع ايه هو؟ سيبنا كل ده هو انفكشن مش هتفرق اي حاجه. مصباح البول يا جماعه النبي عربي بصوت احمدي ما تقلقوش. في مشكله في الكدني ليه؟ الالبومين. طب ايه؟ في البومين وفي نيتريت ممكن من بكتيريا الانفكشن، والبكتيريا الانفكشن نزلت بص يعمل كدني بروفايل تيست اللي هي تحليل الكدني كلها ويعمل يورين كلشر ممكن يكون في حاجه في الليفر. الالبوم في الليفر. فاكرين القاعده اللي قلناها؟ ايه هي؟ اول ما شرحها المرجان مش على التاريخ ديليت كوز. عالج السبب، انتوا كلكم خدتوا الاعراض. ايه سبب نزول الالبيومين؟ اللي هو سببه بص ومعاه اللي قلناه في الاستريب نيتريت، يبقى الحاله دي اعمل لها كالتشر. بعد ما عالج البص لو لقيت قلبي ومن ابدا اعمل كدني، لكن الديفكت في الحاله دي من البص مش من ده تحليل يورين يا جماعه. ما تلعبش والدنيا مهيسه. نعم بالعربي كده ما تلعبش. ما تغلطش يعني ما ايه ما تعرفوش. مش احنا اصوات دي الفيديو بس واحد ادفع مني غلط قمت خالص. يبقى احنا هنعمل ديليت كورس. الفيديو ده مستحيل. هنعمل ديليت ايه كوز يعني بس وانا انزل ايه قول لي وانا بقى ديليت كوز يعني عالج السبب. نركز، احنا بنشوف كل اللي احنا شايفينه بس احنا عشان نبقى شاطرين في المجال لازم ادور على السبب. طيب حاله ثانيه، جلوكوز موجب اثنين ماشي، بي اتش الكالاي تربل فوسفيت كالسيوم اوكسالات ماشي تمام كده، في بصل البي اتش بتاع السبيسيفيك جرافيتي بتاعتي 1015، في ميوكاسويد موجود. ميوكاسويد حاجه بنشوفها تحت الميكروسكوب، عارفين المزايا اللي بيتحط على البيوت، عارفين المزايا ده بيبقى عارفين لما تمسكه بتاعه وتفردوه ان البتاع ده اللي بينزل من المناخير، مش عاوزين نقول ده النون يعني، وتفردوه على السلايدز هو المنظر ده ماشي، بيبقى شبه النون. الحاله اللي احنا شرحناها دي قلنا في ميوكاس، في جلوكوز، في بص، في تربل فوسفيت كالسيوم اوكسالات
ما هو في تويلت فوسفات والبي اتش الكالي، يعني سبت كل ده وجاي البي اتش الكالي ازاي؟ نشخص؟ اي دونت نو. السبب هنعمل ايه؟ الباص عالي على فكره. نعمل ايه؟ ايه برضه يعني ما كل حاجه هنقولها هنبقى جنبها. عندك لوكزالات عندك كذا فهي جرحت فعملت انفكشن بعد كده. لوكزالات طب الصوت ده هيطلع ازاي في الفيديو؟ طيب يبقى هنعمل ايه؟ يعني في الحاله دي نعمل ايه؟